بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أصلح ذات بيننا، وأزل فساد قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا، بتوفيقك وهدايتك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا رب العالمين، أصلح أحوال أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، واكفنا واكفهم شر أعدائنا يا رب العالمين، الشيطان والدجال واليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم لا تلبسنا شيعا وتذيق بعضنا بأس بعض، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبتوفيقك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن سائر المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، من أمة سيد المرسلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا وقلوبنا بفضلك وكرمك بسيدنا محمد نور الوجود يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. تقبل منا الصيام والقيام وإطعام الطعام وما وفقتنا إليه من صالح الأعمال يا رب العالمين، وأتم علينا هذه النعمة حتى تتوفانا ونحن على أكمل حال منها يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وهذا الصراط المستقيم، وملأ قلوبنا بحب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من حفاظ كتابه. فنسأله سبحانه وتعالى كما حفظنا كتابه أن يجعلنا له حافظين عاملين بمقتضاه، حافظين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حافظين لديننا في دنيانا يا رب العالمين، لتنجينا في أخرانا، برحمتك أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. ما زلنا في الحديث الرؤيا النبوية الشريفة المكرمة، الحديث 69، وهي رؤيا في تعذيب العصاة ورؤيا في الجنتين، جنة عوام المؤمنين وجنة الخواص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك المروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن سمر بن جندب رضي الله عنه، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح جلس في مصلاه وسأل الصحابة، لأنهم أعدى الجيل وأفضل الجيل،
عن رؤيا رأوها، فإذا رأوا رؤيا قصوها عليه فأولها، لأن كلما كان الإنسان صادقا في حياته كلما كان صادقا في رؤياه، لأن الرؤيا من الوحي. ولا أصدق من هذا الجيل الذي شرفه الله بصحبة هذا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. ففي يوم سألهم على عادته فقالوا لم نرى شيئا، فقال أنا رأيت هذه الليلة. فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه جاءه رجلان أخذا وطوفا به فإلى الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس، فوجد هناك رجل جالس ورجل آخر في إيده كلوب يدخله في شدقه حتى إلى قفاه، والشدق الآخر إلى قفاه، كلما انتهى من شدق التأم الشدق الآخر ولا يزال يفعل ذلك به. ثم قالوا له انطلق، فانطلق فأتى على رجل نائم وآخر واقف بجواره وعنده كومة حجارة، ويمسك الحجر ويرميه على رأسه حتى يتدهده، ثم يذهب ليأخذ الحجر مرة أخرى، على ما يعود يعود رأسه كما كان فيضربه كما كان. ثم قال له انطلق، فأتى على ثقب فيه تنور يعني فرن وضيق أعلاه واسع أسفله وبداخله رجال ونساء عراة، كلما اتقدت النار ارتفعوا قرب الثقب يكادوا يخرجوا، ثم تهدأ النار فينزلوا مرة أخرى. فقال له انطلق، فانطلق فرأى رجلا يخوض في بحر فيه دم، وآخر على الشاطئ وفي يده أحجار، كلما أراد هذا الرجل الذي في البحر أن يخرج إلى الشط لقمه بحجر في فيه، فعاد كما كان في النهر ولا ييأس يعود محاولا مرة أخرى هكذا. فقال له انطلق، فانطلق حتى ذهبوا إلى أصل شجرة، وجدوا هناك شيخ قاعد عندها وحواليه صبيان وجنبيه رجل بيوقد نار، ثم صعد به في الشجرة فوجد نفسه في دار ما فيش أحلى منها، دار مليانة رجال وشيوخ وصبيان وأطفال. أنا بروي الحديث بالمعنى بالحكاية كده، حكاية المصرية طريقة المصاطب، لأنها بتستهوي كثير من الناس بسبب ضعف اللغة، فالناس بتستهوي الوقت إنها تسمع الحكاية الحديث على صورة حكاية يعني. لكن لو حكيت الحديث لابد أن تراعي المعنى فلا تغير فيه بقدر الطاقة، يعني على مذهب من يجيز رواية الحديث بالمعنى وهو غير متفق عليه. بعض العلماء لا يجيز هذا، منهم الإمام البخاري والإمام مسلم لا يجيز روايته بالمعنى مطلقا بأي حال من الأحوال، وباقي العلماء ذكرهم الإمام ابن الصلاح على جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالما باللغة عالما بالأحكام، فلا يغير حكما ولا يغير معنى. واضح؟ دي بهذه الشروط يعني. فالمهم لما صعد به دخل الدار الجميلة دي العظيمة، روضة في وسط الشجرة فيها شيوخ وصبيان وأطفال وشبان وكهول، ثم خرج منها صعد في الشجرة مرة أخرى وجد دار أحلى من الدار الأولى، ثم جاء وقال له الرسول، قال لهم تطوفتماني الليلة قولوا لي بقى تأويل ما رأيت. ففسروا له أن الرجل الأول الذي يشدخ شق فمه أنه كان يكذب، كان كذابا، والكذب عرفنا أنواعه وقلنا أن الكذب المحرم هو اللي بيعاقب عليه، لأن في كذب من باب التعريض يلجأ إليه المسلم في أحوال كما شرحنا، وأن الرجل الذي يشدخ رأسه وهو نائم كان رجل أوتي القرآن ونام عنه في الليل ولم يعمل به في النهار، يعني صار القرآن حجة عليه. والرجل والرجال والنساء العرايا اللي في الثقب اللي في زي إناء كده ضيق العنق واسع ويغلى تحتهم، قال هؤلاء هم الزناة والعياذ بالله. طب والراجل اللي في الدم
اللي في بحر الدم آكل ربا، يأكل أموال الناس بالربا. طيب والرجل اللي جالس في أصل الشجرة قالوا ده سيدنا إبراهيم، والصبيان اللي حواليه دول أولاد الناس. طب والراجل اللي بيولع نار جنبه قال له ده مالك خازن النار. طب والدار الأولى دي دار عوام المؤمنين. طب والدار الثانية دي دار خواص المؤمنين، الشهداء، الشهداء والصالحين والأولياء. ثم نظر أعلاه صلى الله عليه وسلم فوجد قد مثل السحابة، فقالوا له هذه دارك، دار النبي بقى، شوف بقى أعلى الدور في الجنة في المقامات. فقال لهم دعوني أدخلها، قالوا لا تدخلها الآن لأنه بقي في عمرك مدة، عندما تقضيها تدخلها إن شاء الله. هذا خلاصة الحديث بطريقة إيه، الرواية بالمعنى. إحنا وقفنا عند إيه، عند قوله والشيخ في أصل الشجرة، بيعلق عليه بقى سيدنا ابن أبي جمرة يقول فيه بحث، وهو ما هذه الشجرة التي الدور في أعلاها وإبراهيم عليه السلام في أصلها؟ فالجواب أن الشجرة هي شجرة الإيمان والإسلام، لقوله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة اللي هي إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي دي كلمة طيبة. كويس؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي دي الكلمة الطيبة. ربنا جعل الكلمة الطيبة نموذجها في الرؤية إيه؟ شجرة، كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. يبقى الرؤى دي عالم مثال وليس عالم حقيقة، عالم مثال. ويبقى الشجرة دي هي إيه؟ هذه الشجرة. وكون إبراهيم عليه السلام في أصلها فلأنه الأب لجميع المؤمنين، لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، والأب هو الأصل، كأن سيدنا إبراهيم هو الذي زرعها، يعني لأنه هو الذي أشهرها، هو شهرها بعدما كادت تنطمس بعد سيدنا نوح بسنوات طويلة وقرون عديدة، فجاء فأحياها فنسبت له، نسبت له لا لكونه هو الذي يعني أنشأها ولكن هو الذي أشهرها. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وهو هنا يعود على إبراهيم في أحد التفسير، وهو هنا يعود على الله لأنه هو اجتباكم هو مولاكم، بقيت الآية كده، هو اجتباكم هو مولاكم هو سماكم، مش كده برضو؟ فتحتمل في التفسير أن هو سماكم المسلمين تعود على إبراهيم، تحتمل وتحتمل تعود على الله، لأن الأنبياء حتى قبل إبراهيم كانوا مسلمين. وقول والصبيان حوله فأولاد الناس احتمل الألف واللام هنا أن تكون للجنس، فيكون المراد أولاد المؤمنين والكافرين، يعني الناس هنا جنس الناس، والناس منهم مؤمن ومنهم كافر، مش كده؟ والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فما يقول الناس يبقى يشمل الكافر والمؤمن، أولاد الناس يبقى أولاد الكفار وأولاد المؤمنين، فهمت؟ هذه المعنى يعني، لأنه قد جاء أن أولاد الكفار يكونون في الجنة خدما للمؤمنين لأنهم على فطرة الإسلام، فيكونون بعد في أصل الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. واحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، فيكون الناس هم المؤمنون، الناس المؤمنون المعهود فيهم الإيمان يعني، تبقى الألف واللام إما للجنس، تبقى جنس الناس يشمل الكافر والمؤمن، أو تكون للعهد أي الناس المعهودة أن تكون على الإيمان. والعهد هنا هيبقى عهد ذهني وليس عهد ذكري، يسموه عهد ذهني لأنه مش مذكور قبل كده، فهمت؟ فيكون المراد أولاد المؤمنين ليس إلا لأنه قد جاء في أولاد الكفار أنهم مع آبائهم، لأن وردت روايات في أولاد الكفار إن مع آبائهم، وروايات تانية إن هم ناجين،
ورواية ثالثة إن ربنا هيدخلهم حيث يعلم، لو كبروا كانوا هيبقى إيه، فاختلف فيهم، والراجح إن هم هيبقوا ناجين، لكن وردت فيهم أقوال كثيرة. وأما كونهم في أصل الشجرة والدور من فوقهم فلأن تلك الدور هي دور الأعمال. خد بالك الصبيان دول ماتوا ما عملوش لسه أعمال صالحة فيقعدوا في أصل الشجرة، إنما اللي طلعوا في الشجرة فوق دول عملوا أعمال، فالأعمال كأنها فروع، فكلما كثرت أعمالهم كانت إيه يلتقوا فروعا كثيرة. وعشان كده الشهداء كانوا إيه في أعلى الشجرة، والمؤمنين عوام المؤمنين في أوسط الشجر. فلأن تلك الدور هي دور الأعمال، أي درجات الأعمال كما يذكر بعد. والصبيان ماتوا وهم دون التكليف، وليس لهم ما يدخلون به تلك المنازل حتى يتفضل الله عز وجل عليهم بما شاء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ده من باب الفضل بقى. وفيه دليل على أن أولاد المؤمنين مؤمنون لكونهم مع آبائهم، وقد اختلف العلماء فيهم هل هم من المقطوع لهم بالجنة أو هم في حكم المشيئة على قولين. وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث، فإنه قد جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقهم عصفور من عصافير الجنة. والكلام الحقيقة ده ما قالوش النبي، لستنا عائشة لما شاف الطفل مات قالت عصفور من عصافير الجنة، فالنبي قال له وما أدراك. هو النبي مش بينكر أنه من أهل الجنة، لا يعني كأنه بيعلم أمته ما حدش يقول حاجة متعلقة بالآخرة وأنت لا يوحى إليك، بس فهمت إزاي؟ لأن دي أمور متعلقة بالآخرة. فكنا يقول لها ما أدراك، يعني قفي عند حدك فلا تقولي أمر متعلق بالله لأنه لا يوحى إليك. والوقت طبعا الناس بتبالغ في هذا، كل من يموت يقول لك شهيد، والشهيد دي مقام عند الآخرة ما نعرفوش احنا في الجنة على فكرة. الشهيد اللي نعرفه في الشرع الشريف واللي يقاتل كفار مقبل غير مدبر ده اسمه شهيد، انما بيقاتل مسلمين على خلاف في الرأي صعب تقول عليه بقى شهيد ولا مش شهيد، كل على نيته. فهمت؟ ده احيانا يبقى بيقاتل مع كفار بيقاتل مسلمين ضد الكفار ويموت ويقولوا هو مع النبي ويقولوا عليه شهيد، والنبي يقول ليس بشهيد كمان. ليه؟ لأنه غلى مثلا في غنيمة أو شيء من هذا، أو كان نيته ما كانتش خالصة لله، كان حمية وكان غيظ وكان انتقام، ما كانش لي أن تكون كلمة الله هي العليا. فكل واحد على نيته، فعلشان يبقى شهيد عند الله ده طبقا لنيته وللهدف من هذه الحرب ولمن يحارب، فمتوقفة على عوامل كثيرة أنت لا تدركها، فصعب أنك أنت تجزم. خد بالك علشان كده ما يصحش. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إيه؟ يعني أنت ما تشغلش نفسك، يعني كأن النبي لما حد سأله الأطفال فين قال لهم أنتوا قلقانين ليه، هو ربنا لا يظلم أحد، اترك الأمر ده لعلم الله وما يشغلكش الموضوع ده، هذه القضية لا تشغلك. ليه؟ لأن أنت مفوض أمرك لله. طبيعة المؤمن أنه يفوض أمره لله ويعلم أن الله حكيم وأن الله عادل وأن الله كريم وأن الله لطيف، الآن ليه بقى يعني؟ فعلشان كده النبي لما بيقول له الله أعلم بما كانوا عاملين يعني فوض الأمر لعلم الله يا أخي وريح نفسك، وما تقعدش تشغل نفسك بأسئلة لا ينبني عليها عمل ليك في دنياك. وأما الروضة فهي كناية عن أصل الخلقة، لأنه قد جاء أن آدم عليه السلام كانت طينته من جميع بقع الأرض طيبها وخبيثها وسهلها ووعرها. فالمؤمنون من الأرض الطيبة التي تلك الشجرة فيها، وهي شجرة الإيمان وبها نباتها، فلا ينبت الطيب إلا في الطيب، كما قال تعالى الطيبات للطيبين، والبرد الإيه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والكافر من الأرض الخبيثة، والأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبيثا مثل الحنظل وما أشبهه، كما قال تعالى ومثل كلمة خبيثة اللي هي كلمة الكفر، يبقى الكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الكفر. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لا ثبات لها. وقول والدار الأولى التي دخلت الجنة دار عامة المؤمنين،
لأجل أنها دار عامة المؤمنين، كان فيها الرجال والنساء والشباب والشيوخ، لأن هذه الأربع صفات احتوت على جميع أنواع المؤمنين. وفيه أيضا تحقيق لما ذكرنا أن الشجرة هي عبارة عن الإيمان، لأن الإيمان هو الطريق إلى الجنة بلا خلاف. فلما كانت الشجرة طريق لهذه الدار، والشجرة دي درجة الإيمان، عبارة عن الإيمان بشعبه المختلفة، فكذلك الإيمان هو الطريق إلى الدار دي، إلى الدار الجنة يعني. وقوله: وأما هذه الدار اللي هي الأعلى منها بقى، فدار الشهداء، لأجل أنها دار الشهداء لم يكن فيها إلا شيوخ وشباب. وهنا بحث: ولما لم يكن في الدار التي للشهداء إلا نوعان، شيوخ وشباب، ولم يكن فيها نساء؟ وقد عد صلى الله عليه وسلم في الشهداء المرأة تموت حاملا شهيدا، والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني المرأة اللي بتموت في نفاسها أو أثناء الولادة تبقى تاخد شهيد، دي اللي اسمها المرأة اللي تموت بجمع، جمع لأن مجموع ابنها في بطنها أو في وقت نفاسها، كل دي تاخد درجة شهيد. وقال برضو إن المرأة اللي بتموت حامل تاخد درجة شهيد. فالجواب أنه لم يختلف أحد في أن أعلى الشهداء القتل في سبيل الله، لأن الشهداء درجات برضو، شهيد المعركة أعلى من شهيد الفراش لا شك، مش كده برضو؟ أن أعلى الشهداء القتل في سبيل الله، وإن كان الشهداء 7 كما جاء في الحديث: المبطون اللي ميت بداء البطن يعني، والمطعون اللي بالطاعون أو بمرض وبائي كالكوليرا وفيروس سي والإيدز، الأمراض الوبائية شديدة العدوى اللي بتنتشر انتشار كبير، ده يسموها طاعون في لغة العرب، بما فيها الطاعون الحقيقي اللي هو البليج، ده برضو إيه تبعها يعني. لكن العرب كانت تعتبر أي مرض معدي وبائي يعني يصيب عدد كبير من الناس يسموه طاعون. وبعدين الطب قسم بعد كده أمراض كتيرة طلعت وبائية زي الجدري، يعني الجدري مثلا موت في مصر حوالي 6 مليون في أول القرن العشرين، كان جدي اللي هو أبو أمي ده كان ساعتها شاب صغير حكالي يعني، كان موت كتير. وأيام ابن حجر العسقلاني جاء برضو وباء زي الكوليرا، حكى عنه أيام الإمام ابن حجر العسقلاني، مات فيه 20% من أهل مصر، درجة كان الإرث ينتقل ل7 درجة في اليوم الواحد، يعني الجد يموت ينتقل الإرث للابن، بعد ساعة الابن يموت ينتقل للأولاد، بعد ساعة الأولاد تموت ينتقل للأحفاد، فتبص تلاقي الإرث في يوم واحد ينتقل لكذا درجة، خدت بالك من كثرة ايه انتشار الامراض يعني. فربنا ينجي، كل ده اسمه مطعون، كل ده بقى اسمه ايه مطعون، يعني ياخد درجة الشهيد ويسموه شهيد الفراش لانه مات على فراشه وخد درجة الشهيد، ويسمى شهيد الاخرة وليس شهيد الدنيا، يعني هو حكمه شهيد في الاخرة، لكن في الدنيا بنغسله ونكفنه ونصلي عليه، انما شهيد الدنيا اللي هو في المعركة لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه بل ندفنه على حاله، فاهم؟ ده اللي هو لا احكام الشهيد في الدنيا. يبقى عندنا المبطون والمطعون والمحترق اللي ميت بايه؟ بحرق. زي الوقت مثلا القنابل، القنابل دي بتنزل في الحروب تحرق وناس تموت، او كل دول شهداء لانهم محترقين، واخد بالك؟ واللي برضه بيتحرق ايه بسبب النار، بسبب حادثه او شيء من هذا، كل ده ياخد ثواب الشهيد، لان الله لا يجمع عليه ناران، يكفي الله سبحانه وتعالى عنده ان هو تعرض لنار الدنيا فيكفيه من نار الاخره. والمحترق ايوه، في بقى شهيد الدنيا بس، ده اللي هو مات في المعركه، فاحنا قدامنا في الظاهر كده انه شهيد، فهنكفن ما نكفنوش ولا نصلي عليه ولا نغسله، لكن نيته كانت وحشه فيبقى في الاخره مش شهيد، ده يسموه شهيد الدنيا اللي احنا لم نطلع على نيته لكن مات في وسط المعركه، فهنعامله معامله الشهيد، يسموه شهيد دنيا وليس شهيد اخره، لان كل يبعث على نيته. يبقى عندنا احنا قلنا المبطون والمطعون والمحترق والغريق اللي بيموت برضه ايه غرقان، وصاحب الهدم اللي يموت وتهد عليه حاجه،
وصاحب ذات الجنب. مرض كان بيجي يصيب جنب الإنسان، شلل نصفي، يجي له مثلا جلطة في نصف المخ، لكن ذات الجنب ده كان أي مرض يصيب نصف يسموه ذات الجنب. هو أمراض كتيرة بقى، خراج في الرئة ذات الجنب، خراج في الكلى ذات الجنب، شلل نصفي يبقى ذات الجنب، التهاب في الغشاء البلوري ذات الجنب، فهمت؟ ورم مثلا في الخصية ذات الجنب. يبقى ذات الجنب دي كان كاتيجوري واسعة كبيرة داخلها أمراض كتيرة، بس الطب ما كانش متقسم أيام العرب، فهمت؟ فيقول لك كلمة واحدة على أمراض كتيرة قوي. بعد كده بقى لما دخلنا كليات الطب وتقدم الطب ابتدينا نقسم بقى، فهمت ازاي؟ كل دول يعني الخلاصة ان هتلاقي كل من يموت مريض من المسلمين شهيد فراش، دي من رحمة ربنا، بس يبقى يحتسب ويصبر على مرضه. المبطون والمطعون والمحترق والغريق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملا، والشهيد، الشهيد بقى في الآخر اللي هو معروف ايه، في أرض في حرب مع الكفار، مش مسلم بيحارب مسلم وتقول لي شهيد، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، النبي قايل كده. يبقى احنا دلوقتي عايزين بنعك في الأحكام، نتخانق مع بعض من أجل طريقة إدارة البلد، وعملوا إيه؟ كل فريق يقول لك أنا أبقى شهيد، شهيد إيه؟ شهيد على إيه يا أستاذ؟ روح بيتك، روح بيتك وبتناقشوا براحتكم. الأوروبيين والأمريكان ابتدعوا لنا المظاهرات وما عملوهاش في بلادهم، وبقينا احنا نعملها. والمظاهرات عندهم على فكرة ما حدش يبات في الشارع، يجي يتظاهر ساعتين ويروح وما يقطعش طريق، ليها نظام. واحنا عندنا لا، ده يبات في الشارع ويقطع الطريق ويجيب خيام ويقعد وطرق حيوية يقطعها على الناس ويقيم فيها، ويقول لك انا بتظاهر. تظاهر ايه؟ ولا حتى اللي عملوا التظاهر السلمي في بلادهم قالوا كده، انك تقطع الطريق. فيعني حتى بنجيب منهم ونقلدهم ومش عارفين نقلدهم بالظبط. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، هنقلدهم هنقلدهم. فنيجي نقلدهم نخيب في تقليدهم كمان، حتى ما بنعرفش نقلدهم. عايزين نقلدهم في الديمقراطية مش عارفين، عايزين نقلدهم في المظاهرات السلمية مش عارفين، يعني خيبانين حتى في التقليد. ده انت لو جبت قرد بيقلد كويس. وفي الاخر ايه؟ يجعلوا الناس تقف تضرب في بعضها بقى. ما هو الجيران اصحاب الحي اللي الناس قاعدة معتصمة فيه ده متأذيين، واخد بالك؟ والشرطة متأذية، لان هي من واجبات الشرطة ازالة التعديات اللي على الطرق. مش دي واجبات الشرطة؟ امال احنا ليه دخلنا اولادنا كلية الشرطة وطلعناهم ضباط وعساكر؟ علشان لما يحصل تعدي على الطرق يفتحوا لنا الطريق، مش كده برضو؟ فييجوا الشرطة تأدي وظيفتها يقول لك شوف مجرمين بيقتلونا، يقتلوك. طب وانت ايه اللي قعدك تعيش في الطريق اصلا؟ روح بيتك وعبر عن رأيك براحتك، تعال اعتصم لمدة 3-4 ساعات كل يوم في حتة ما يكونش فيها طريق مطروق، وقول ريان يا فجل ورأيك زي ما انت عايز، محدش هيقرب لك. خلصت يا سيدي وقلت كل اللي انت عايزه، روح بيتك وتعالى تاني يوم، ما يجراش حاجة، وبالنهار روح شغلك. واحنا هنوقف حياتنا؟ فحتى مش عارفين نقلد الغرب في طريقة التعبير عن الرأي المخالف، فهنعمل ايه؟ وفي الاخر يعمل لك تيشيرت وكتب عليه شهيد. شهيد على ايه يا ابني؟ فمش عارف، شهيد على الخيبة، شهيد على الجهل، شهيد على الجهل بالدين. والعجيب انه يجدوا علماء يسوغوا لهم هذا. دول اسمهم علماء الفتنة على فكرة، النبي حذر عنهم وذكرهم، النبي ما سابش حاجة الا وقالها لنا. دول اسمهم علماء فتنة، اللي قاعدين يقولوا ايه للناس؟ اضربوا ببعض واستمروا وكله يطلع، يطلع ايه؟ يطلع ايه بقى؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في زمن الفتنه وليسعك بيتك، وتيجي انت تقول لي اطلع؟ هو انت نبي؟ ده النبي بيقول وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وكن حلس بيتك،
وإذا جاءك من يخالفك في الرأي من المسلمين فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. مش كل ده كلام النبي؟ ويقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. تقوم أنت تطلع تضرب بالحجارة وتضرب مش عارف بإيه وتضرب إيه وتضرب إيه، وفي الآخر لو ردوا عليك تقول شوف وتصور، وبعدين تستعدي أعداء أمتك على أمتك. أي يعني عقل هذا؟ وتحرق بلدك، تحرق جيش بلدك، وهو الجيش الوحيد اللي بيواجه اليهود، هو الجيش الوحيد في المنطقة اللي بيواجه اليهود هو الجيش المصري. لو انقضى الجيش المصري خلاص، هي اليهود عايزين من الفرات للنيل، الفرات مفتوح لهم طريقه لأن ما بقاش في جيش عراقي كويس، وناقص الجيش المصري عشان يتفتح لهم من طريق للنيل. والجيش السوري قسموا جيش حر بيضرب في الجيش النظام، يعني قضوا على كل جيوش المنطقة. جاي انت الوقت تستعدي الاجانب على جيش بلدك اللي هو الجيش الوحيد ده، حتى لو في فساد اصبر عليه شوية لما نخلص من اليهود الاول. يعني حتى لو في فساد هذا الجيش الان مثلا في سوء ادارة في سوء اي حاجة، مش وقته الوقت اننا نهدمه، لان هو الوقت الجيش الوحيد الواقف قدام اليهود. تعرف ان الجيش المصري ده اتقسم؟ مين اللي هينظم لك المرور في ميدان التحرير؟ المارينز واليهود. دي حقيقه، زي ما بيعملوا في بغداد. طب ما بغداد كده، ما هم وصلوا للفرات يا سيدي ومسيطرين على بغداد، هم كمان عايزين يعملوا كده في بلدنا عشان يبقى من النيل للفرات ده وطن ايه القومي بتاع اليهود. تقوم انت تبقى ايه وتقول لي دين ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ دين ايه ودين امك ودين ابوك؟ ولا دين امك ولا دين ابوك بيعملوا كده. دي حقيقه، لان دين الاباء ودين الامهات مبني على قواعد واصول ونصوص. انت خالفت كل النصوص وخالفت حتى الحكمه والادراك للواقع. لا انت مدرك للواقع ولا مدرك للحكمه ولا بترتكب اخف الضررين. فين قواعد الدين؟ وفي الاخر تقول لي شرعيه ودين، دين ايه؟ وعلشان كده لما ظهر هذا والناس قالوا عليه دين، الناس كرهت الدين. نشأ شباب الوقت بقوا يتركوا الصلاة، يعني نسبة ترك الصلاة في الجيل اللي من 14 سنة ل 20 سنة يعني زادت بطريقة رهيبة. وفي ناس بقى مهتمة بالإحصائيات تقول لك زادت إلى قرب 90%. بعد ما كان المساجد بيأمها شباب كتير في هذا السن، بقوا قليل منهم اللي يجوا في هذا السن. كرهوا الدين لأنه مش هو ده الدين. وانت صورت له من الدين كده. فاحنا عايزين نرجع تاني، مش كل بقى شهيد، الشهيد هو الشهيد اللي بيقاتل اليهود، ومين اللي بيقاتل اليهود؟ هو جيشنا. يبقى اللي بيموت في سينا ده مع اليهود هو ده اللي شهيد. انما اللي بيموت في ميدان التحرير ده، واللي يموت في ميدان رابعه، واللي في ميدان النهضه، دول مش شهداء. طب ايه حكمهم؟ عند الله بقى، الله اعلم. يبعثون على نيتهم. احنا مالناش دعوة، احنا مش بنحكم في العباد. ما يمكن نتقابل كلنا في الجنة ان شاء الله، ما يجراش حاجة. لكن انا ما اقدرش احكم عليه لا شهيد ولا مش شهيد، انا مالي. فربنا ينجينا يا سيدي. فانما المرأة هنا تبيين فضل الشهيد في سبيل الله من اجل التحضيض عليه، والله اعلم. وهنا بحث، وهو لما أخر الإخبار له عليه السلام بما رأى حتى إلى آخر الرؤية ولم يخبرها عند كل قضية بها. السؤال هنا، كل ما يشوف منظر النبي في الرؤية يقول له إيه تعال، وبعدين أولوا له كل المشاهد في الآخر مرة واحدة، إيه السبب؟ فالجواب أن تأخيرهما الأخبار إلى آخر الرؤية فيه من الحكمة التيسير لجمع الفائدة، لأنه إذا رأى شخص شيئا ويخبر بمعناه أيضا، ثم الآخر بعده ويخبر بمعناه، ويكون ذلك في أشياء عديدة في الجائزات، ينسى بعض ما قيل له. وإذا أريت له الأشياء ولم يخبر إلا آخرا، بقي الخاطر بجميعها مشغولا وإلى ما يلقى إليه متشوقا أو متشوفا، فيكون ذلك آكد في التحصيل ولحفظ ما به أخبر،
ولذلك كان عليه السلام إذا كان شيء له بال يسأل 3 مرات الشخص أو يناديه 3، وحينئذ يعلمه وما ذاك إلا لجمع الخاطر. زي برضو إيه، غطه وقال اقرأ كلام أنا بقارئ، غطه ثانيا وقال اقرأ كلام أنا بقارئ، غطه ثانيا حتى جمع خاطره، لأن كان أول مرة بشر يقابل ملك، فهيبقى خاطره في أول مرة مشوش، فكرر عليه 10 مرات وضمه إليه ضمة الحنان حتى يجمع خاطره تماما، وبعدين إيه ألقى عليه الوحي. والنبي كان مع الناس كده برضه، كان يكررها 3، وأحيانا إيه يقول لسيدنا معاذ إني أحبك، يقول له إني أحبك إني أحبك لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مثلا. فكل دي دليل ان ده تعليم نبوي شريف لجمع خاطر المتعلم. والمفروض ان الاساتذه والمدرسين والمشايخ القائمين على تعليم الناس يراعوا مثل هذا الادب. وبقي الالتفات للغير كما قال عليه السلام، وفي قصه الخضر وسيدنا موسى نفس الحكايه برضه، واخد بالك، قال له في الاخر سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر، ما اولوش كل حادثه في وقتها. كما قال عليه السلام يا معاذ 3، ومعاذ في كل مرة يقول لبيك رسول الله وسعديك، فلم يخبره بالذي أخبره به إلا بعد 3 لتلك الحكمة المشار إليها. وفي أيضا سؤال ثالث، وهو لما لا أخبراه بأنفسهما أولا وترك الإخبار بأنفسهما إلى آخر، في الآخر خالص قال له أنا جبريل وهذا إسرافيل، اللي هم الرجلين اللي كانوا بيطوفوا مع النبي. سيدنا جبريل جاء في صورة رجل عشان يؤنس النبي، عشان يبقى من ايه، من جنسه في الصورة. وقالوا سيدنا إسرافيل لا في صورته الملائكية بل في صورة بشر رجل، عشان يبقى برضو ايه من نفس النوع حتى يتجانس ويبقى في نوع من الألفة. فالجواب لو أخبره أولا لوقع الاستئناس بهما والإدلال عليهما حتى يسألهما عما رأى أولا بأول، ولا يمكنهما إلا الجواب له عليه وعليهما الصلاة والسلام لما يلزمهما من الأدب معه والاحترام إليه. وعند التنكير تبقى النفس مجموعة بما ترى مشغولة بحالها، وأخبر له آخرا بأنفسهما ليعلم أن ما رأى كان حقا كله بواسطة الملك الذي نزل بالقرآن، لأن هذين لا يدخلهما تأويل ولا يشك فيهما. وإن كانت مرائيه عليه السلام كلها حقا، فليس الحق كله في القوة الواقعة في النفوس على حد واحد، وللقوة في ذلك وجوه، فمنها بحسب قوة سياسة المبلغ إليه، ومنها بحسب معرفتك بحال مبلغها إليك. وفيه دليل على أن الملائكة عليهم السلام تتطور، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف هذين الملكين، فلما رأوهما على صورة لم يراهما عليها لم يعرفهما. يعني الملائكة عندها قدرة على التصور في أشكال شريفة كثيرة، فجمل النبي في صورة جديدة النبي ما عرفهمش، لكن سيدنا جبريل كان أحيانا يتسي في صورة دحية الكلبي، ومرة جاله في صورة إيه رجل شديد سواد الشعر سيد سواد بياض الثياب، وسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة الحديث المشهور. فيبقى إيه الملائكة عندها قدرة على أنها تتطور وتظهر في صور كثيرة. وقول فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك، فقلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. فيه بحث، وهو أن يقال أليس هاتان الداران من الجنة، وتراه عليه السلام قد دخلهما وخرج منهما، فلما منع عليه السلام من منزله؟ أستجنة النبي لو دخلها وهم منها خارجين، اللي يدخلها ما يخرجش، فهمت إزاي؟ والنبي لسه عنده دور في الأرض هيكمله، فإزاي يدخلها؟ فقالوا له اصبر بس شوية لما تكمل إيه مراد الله منك، لأنه وما هم منها ايه بمخرجين. اهل النار كده واهل الجنه كده، ده حكم الاهل النار وحكم الاهل الجنه. اهل الجنه لا يخرجوش منها واهل النار ما يخرجوش منها، فهمت بقى المساله؟ طبعا اهل النار اللي هم اهل الخلود، يعني مش اهل التطهير فيها من عصاة المؤمنين، لا عصاة المؤمنين هيخرجوا.
لكن دخل الجنات التانية بتاع الدرجات التانية لأن دي مش بتاعته، فممكن يخرج منها لأن دي مش بتاعته، فدخل الدار الأولى والدار التانية لكن ما دخلش الدار بتاعته. وده يدلك على أن رؤيا الأنبياء حق، أنه إنما دخل عليه السلام هاتين الدارين وإن كانتا من الجنة، لأنه ليس له فيهما أهل النفس ولا لأهلهما أيضا تعلق به كتعلق بمن هم له. ودخوله عليه السلام الجنة حق النص عليه بقولهما التي دخلت الجنة، وقد رأى عليه السلام ما بين الدارين من التفاوت وما بينهما في المسافة إلا القدر القليل والنذر اليسير بالنسبة لما بين الدارين. ولما رأى عليه السلام بعد المسافة التي بين منزله وبين المنازل التي دخل وعاين، حصل له العلم بعظم المنزلة وكيفيتها، وهناك أهله من الحور والولدان وهم موعودون به، والوعد حق لا خلف فيه، فلو وقع الاجتماع لم تمكن الفرقة للوعد الحق. وكذلك جميع القصور والأشجار التي هناك والأنهار منتظرة له عليه السلام، فهذا والله أعلم بمقتضى الحكمة أوجب منع الدخول إلا بعد توفية العمر. وفيه بحث ثاني أيضا، لما أخر رؤية منزلي عليه السلام آخرا ولم يكن ذلك أولا؟ فالجواب أنه قد جرت الحكمة أن الأشياء لا يتبين قدرها إلا بمعاينة ذلك، فكبرت النعمة إذاك وعظمت. وأما كون عاين آخرا، عاين فاخرا الإخبار له حتى عاين ذلك فكبرت النعمة، هي فأخر عاين فأخر الإخبار له، فأخر الإخبار له حتى عاين ذلك فكبرت النعمة إذاك وعظمت. وأما كونه عاين منازل المؤمنين وحينئذ عاين منزله، فلأن الختام إنما يكون بأحسن الأشياء، ولذلك قال عز وجل ختامه مسك، وقد قال بعضهم وساقي القوم آخرهم شربة، وهو عليه السلام المخبر لنا، فآخر الأخبار خبره الخاص. وفائدة هذا الحديث الإيمان بما فيه من الوعد والوعيد والعمل على طريق النجاة، فهي الفائدة التي من أجلها أخبرنا بما تضمن. ومن هنا فضل أهل الطريق غيرهم، لأنهم صيروا العلم حالا، حتى أنه يذكر عن بعض التلاميذ أنه غاب عن شيخه أياما كثيرة، فلما أتاه قال له يا بني ما حبسك عني؟ قال له يا سيدي سمعت منك آيتين فعملت عليهما لأن أتخذهما حالا، فجهدت النفس على ذلك حتى من الله به أو ما هو في معناه. فقال له الشيخ وما هما يا بني؟ قال الأولى قول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والثانية قول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فجهدت النفس على التزام عمل الخير ولا نترك منه ذرة، وترك الشر ولا نقع فيه بذرة، وعلمت أني من أحد دواب الأرض ورزقي عليه ويعلمني وحيث مستقري، فأزلت تعلق النفس من الرزق لوعده الجميل لأنه لا يخلف الميعاد، ولعلمه بي وأين مستقري، فهو عز وجل ييسره لي بحسن لطفه ووفاء وعده. فقال له الشيخ هنيئا لك يا بني، فلقد فقت العابدين، هذا مقصود الموالي من العبيد، ولذلك قال من قال إذا كان وعدك بالرزق لا يخلف وطلبك الأمر من غيره لا يعرف، فحسبي تصديق وعد لا يخلف واشتغالي بأمر غيره مني لا يعرف، بأمر غيره مني لا يعرف. والله تعالى أعلم وأعلم. اللي هي الخلاصة قايلها في الحكم إن من علامات انطماس البصيرة منك انشغالك بما ضمن لك عما طلب منك، فهم؟ دي من علامات انطماس، يعني من علامات نور البصيرة أن تنشغل بما طلب منك ولا تنشغل بما ضمن لك، ضمن لك الرزق والأجل فلا تنشغل بهما، ولكن طلب منك الطاعة والاجتهاد، فعليك أن تنشغل بتحصيل الطاعة والاجتهاد وتترك الرزق لله، فإن الرزق يطلبك وأجلك يطلبك فلا يفوتك. دي الخلاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الحديث 70 غدا إن شاء الله.